أهلا بكم لموجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر الأولمبي تعادل مع الكونغو سلبياً امبارح على ملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط في آخر تجربة ودية للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني حرص على استقبال الأندية الصاعدة للدوري الممتاز وهي الجونة وزد، واعتذر نادي بلدية المحل عن الحضور، وتم الحديث في الجلسة عن العديد من الأمور الخاصة باللاعبين والأندية والسلبيات والإيجابيات والصعوبات اللي بتواجه المدربين. الاتحاد المصري لكرة القدم بيجهز خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيطالب فيه بتأجيل إرسال أسماء الفرق اللي هتمثل مصر في بطولتي أفريقيا 15 يوليو الجاي، وده الميعاد المحدد لنهاية مسابقة الدوري المصري. منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 فاز في أول مبارياته ببطولة العالم باليونان على منتخب كوبا بنتيجة 45-28 في المنافسة المقامة بأتينا. بيلعب منتخب الوطني للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم واللي بتضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية. زياد السيسي لاعب منتخب مصر توج بذهبية منافسات سلاح السيف ببطولة أفريقيا للمبارزة المقامة خلال الفترة من 19 ل 23 يونيو الجاري بصلاة حسن مصطفى. فاز زياد السيسي في النهائي على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-9 ليحصل على الذهبية ويحرز أدهم معتز الفضية. منتخب السنغال حقق الفوز على المنتخب البرازيلي بنتيجة 4-2 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح بمدينة لشبونة البرتغالية. المنتخب الألماني خسر أمام منتخب كولومبيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين في مدينة شالكا الألمانية ضمن مباريات الأجندة الدولية. ثنائية منتخب كولومبيا سجلهم لويس دياز وخوان كوادرادو في الدقائق 54 و82. منتخب بلجيكا حقق فوز مهم على منتخب إستونيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024. بالنتيجة دي بيحتل منتخب بلجيكا وصافة مجموعته برصيد 7 نقط ومنتخب النمسا المتصدر ب 10 نقط. كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي قاد منتخب البرتغال للفوز على منتخب أيسلندا بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات يورو 2024. بيتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة العشرة والأخيرة برصيد 12 نقطة، وقف رصيد أيسلندا عند 3 نقط في المركز الخامس. كمان موسوعة جانس كرمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بمناسبة وصوله ل 200 مباراة على المستوى الدولي، وده قبل بداية مواجهة أيسلندا امبارح في الجولة الرابعة من تصفيات يورو 2024. خلصت نشرتنا الرياضية وهنرجع مرة تانية لمنة وعبد الصمد واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا.